خلونا نبدأ بالأخبار اللي معانا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماع امبارح مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية. امبارح أيضا ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة. رئيس الوزراء أكد خلال هذا الاجتماع أهمية دور المجلس في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وجعل مصر أحد الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. تناول الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام اللي بتنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية. أيضاً تم استعراض المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري، وكذلك الجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة بالتنسيق مع المؤسسات الأممية وكافة الدول الشقيقة والصديقة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وأكد مدبولي أهمية دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية لأكثر من 42% بحلول عام 2030، إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي. واعتمد المجلس الأعلى للطاقة خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون اللي بتستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم من خلال استعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالمياً في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز وأيضاً الاعتماد على موقعها الاستراتيجي. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير تضمن إنفوجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2023 للعام العاشر على التوالي. وكشف التقرير عن ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات منذ عام 2014 حتى عام 2023 وفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 18.8% عام 2023 و16.7% عام 2022 و15.2% عام 2021 و14.8% عام 2020 و12.8% عام 2019 و8.4% عام 2018. وأظهر التقرير ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات عام 2023، حيث بلغت نسبتها فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد 24% والتموين 21.2% والتعليم 11.6% والطاقة والوقود 11%. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ أكد أن مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا نفذوا عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة. بالنسبة لأخبار المحافظات، المنيا تصدرت محافظات الجمهورية للعام الثامن على التوالي في عدد المشروعات اللي مولها صندوق التنمية المحلية. جامعة بورسعيد فازت بدعم لمشروعات تخرج طلاب جامعتها بإجمالي وصل 400,000 جنيه. كمان في أسيوط تم افتتاح مشروع تعبئة المواد الغذائية بمجمع صناعات عرب العوامر، وفي إنا تم افتتاح معرض أيادي مصر للصناعات الحرفية والتراثية بمعبد دندرة. تفاصيل وأخبار أكتر في سياق هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنيا تم الإعلان عن تصدر المحافظة للمركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية للسنة الثامنة على التوالي في عدد المشروعات اللي مولها صندوق التنمية المحلية، وده بتنفيذ 173 مشروع باستثمارات قدرها حوالي 3 مليون جنيه، وده لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل النهوض بالصناعة الوطنية وسد احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص العمل للمرأة والشباب. في بورسعيد فازت جامعة بورسعيد بدعم 9 مشروعات تخرج لطلاب الجامعة بتمويل إجمالي يفوق 400,000 جنيه في إطار برنامج مشروعي بدايتي لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. في أسيوط افتتحت المحافظة مشروع تعبئة المواد الغذائية بمجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبانوب بتكلفة استثمارية بتبلغ 30 مليون جنيه، وده تشجيع على الاستثمار وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030. في مطروح استقبلت المحافظة 64,000 شجرة مثمرة من الزيتون و1,000 شجرة غير مثمرة في إطار المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وبيتم توزيع أشجار الزيتون على مجالس المدن لغرسها وزراعتها بمختلف مراكز وقرى المحافظة في إطار توجيهات القيادة السياسية وتماشياً مع جهود الدولة المصرية في تطبيق نظم الاستدامة البيئية ومواجهة التغيرات المناخية وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة. في جامعة بني سويف تم إصدار قرار بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، وده لجهودهم المبذولة للإعداد الجيد لبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي وتحفيزاً ليهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به. في قنا افتتحت المحافظة معرض أيادي مصر للصناعات الحرفية والتراثية بمعبد دندرة، وده لإحياء الحرف التراثية واليدوية وتسويق منتجاتها التي تتميز بها المحافظات المصرية، وده بهدف زيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين وتوفير فرص عمل ليهم.